السلام عليكم يا حبايبي، ازيكم؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله النهارده نعمل لكم صينيه مكرونه بشاميل باللحمه المفرومه، ان شاء الله تعجبكم وتنول اعجابكم وتبقى كويسه خالص. اقول لكم اهوت على المكونات: نص كيلو لحمه مفروم، مقطع لهم بصلتين قطع صغيره اهيت، وملح وفلفل، معلقتين صلصة، وطماطمية مقطعاها حتت صغيرة كده خالص، وتوم والزيت. والمكرونة سلقتها اهي، اهو سلقته، مسلقتوش قوي اهو، وهو اعملها قدامكم اهي توريها لكم. حطيت الزيت يا حبايبي اهوت في الطاسة، والصينية لما سخن عشان انزل عليه باللحمة على طول اهو. متقلبيش اللحمة على طول، تجيها لما تاخد لون كده من تحت اهي، عشان متنزلش الصواني اللي فيها اهي. اول ما احط اللحمة انزل عليها على طول بالملح اهي، عشان الملح ميخليهاش تعمل الحبيبات اللي هي بتعملها كده، تبقى متكتلة كده ومش حلوة. خد الفلفل الاسود اهو، اديها النكهه الحلوه اهي. نزلت بالملح والفلفل اهو اهو، واللحمه اخدت لون اهي، قلبت اهي. ما بنزلش بالبصل الاول عشان البصل ما يفرزش ميه ويخلي اللحمه تسيح اهي. اول ما تاخد اللون اللحمه كلها انزل عليها بالبصل على طول. ان شاء الله تعجبكم، وما تجربوها وتقولوا لي على تعليقاتكم وكلموني وهتعجبكم جدا. اللحمه اخدت لون يا حبايبي اهي، انزل عليها بالبصل. انا مقطع البصل حتت اهي كده كده، لما نزلت باللحم الاول البصل يزود اللحم اهي. تزيد لما يدبل تدبل البصلايه كده، انزل عليها بقيه المكونات اهي. البصلايه دبلت اهي، هنزل عليها بالثوم اهو، نقلب معاها شويه اهي. اول ريحه الثوم ما تطلع كده، الريحه الحلوه الجميله دي، هنزل معلقتين الصلصة على طول اهي. حلوة خالص، شكلها جميل كده اهي. هنزل بالطماطم اللي انا مقطعها حتت صغيرة كده اهي، وانا سلقت المكرونه. انا عامله قدامكم البشاميل، معاكم البشاميل اللي قبل كده، هعملها واجهزها تاني قدامكم برده واوريها لكم يا حبايبي. بسم الله ما شاء الله، شكلها حلو، ريحتها ايه جميل. اللحمه حبايبي اهي قدامكم اهي، بس هنديها شويه ميه علشان البصل تستوي خالص، واسيبها مع نفسها كده تعيش مع نفسها لما تستوي، وهوريها لكم في الاخر اهي. بسم الله ما شاء الله عليها. لا يا حبايبي، اللحمه جهزت اهيت قدامكم اهي، شكلها حلو وجميل اهي. وعملت البشاميل اهوت، القوام بتاعه حلو خالص اهو ما شاء الله عليه. وخدت منه كبشتين حطيتهم على المكرونه اهي عشان اقلبها في بعضها اهي اهي. وجهزت الصينيه اللي هحط فيها الصينيه اهيت، وحطيت برده فيها كبشتين بشاميل اهي، واعملها قدامكم يا حبايبي واوريها لكم اهي. احط نصها في قعر الصينيه، هتعجبكم خالص، حاولوا تجربوها ان شاء الله تعجبكم اهي. فردت نصها يا حبايبي اهوت في قعر الصينيه،
حنزل عليها باللحمة المفرومة هيت. بسم الله ما شاء الله اهي لحمة قدامكم اهي ناشفة ما فيهاش اي سوائل فيها اهي ان شاء الله ريحتها حلو وجميل. هي حبايبي قدامكم اهي خطوة بخطوة اهي. اهو يا حبايبي فردت اللحمة اهو وهنزل بقية المكرونة عليها اهي. احط اولع الفرن على درجة حرارة 200، هي بتاخدش كتير 10 دقايق بالظبط تكون جاهزة لان كل حاجة طيبة فيها، البشاميل طيب واللحمة طيبة والمكرونة بس ما تسويش المكرونة على الاخر يعني 3/4 سوا كده عشان ما تبقاش مهرية معاكي وكده. بسم الله ما شاء الله هنزل بالبشاميل اهو. بسم الله الرحمن الرحيم يا حبايبي البشاميل اهو ما خليش ليه يطلع ايه يوصل الاخر عشان لو فارد في الفرن ما تبوظ حيطان الصينيه هيت. وبالالف هنا وشفا انا مولعه الفرن اهو، هحط 10 دقايق وهوريها لكم. بس انا هحط على وشها شويه جبنه رومي شويه صغيرين، بحب انا احط عليها كده شويه جبنه رومي. يا حبايبي شفت جبنة رومي صغيرة كده على وشها بحطها في الفرن يا حبايبي ووريها لكم. اهو يا حبايبي صينية المكرونة بعد ما طلعت هي شكلها حلو وجميلة ولو جربتها تعجبكم خالص ان شاء الله تعجبكم بإذن الله. ولو الوصفة بتاعتنا عجبتكم ما تنسوش تعملوا اشتراك ولايك للقناة مطبخ حبيب.